قبل نحو 4000 سنة كان هذا الوادي يباباً لا زرع فيه، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فرع من ذرية إبراهيم عليه السلام، وهم فرع إسماعيل. وكان من فضله وكرمه تعالى عليهم وهم في حال من الكرب والضنك أن فجر لهم من الأرض بئر ماء يستقون منه ويجمع الناس من حولهم، لتنشأ حولها مكة، ولتظهر بسببها واحدة من القيم التي ما زالت مستمرة منذ آلاف السنين وحتى اليوم، وهي السقاية التي ارتبطت بالحج وزيارة بيت الله العتيق. هذه البئر التي تقع على بعد أمتار من مقام إبراهيم عليه السلام بجوار الكعبة أصبحت هي وماؤها الأكثر شرفاً وكرامة وقدسية لدى المسلمين. لكن هذا الماء العجيب الذي لا يشبهه ماء آخر على وجه الأرض يرفض رغم كل تلك السنين الكشف عن كثير من أسراره، فهو نبع باق لا ينقطع، وكل المياه تغور قبل يوم القيامة إلا ماء زمزم الذي وصفه ابن عباس رضي الله عنهما بأنه شراب الأبرار. من فجر التاريخ وللماء في كل الأديان القديمة مكانتها مقدسة، تعطي رموز ودلالات عن الحياة والخصوبة والنمو والخير وما إلى ذلك. على أن عند المسلمون ماء زمزم هي أقدس المياه في الأرض جميعا، وهم يؤمنون ونحن كذلك أنها عين من عيون الجنة، وأنها طعام وطعم وشفاء وسقم، وهي ماء يتبرك بها المسلمون في كل مكان. وكما أن استمرار البئر في التدفق كل تلك السنين أمر معجز، فإن مكان تجمعه معجز أيضا. مكة المكرمة مقامة على كتلة هائلة من الصخور النارية المتحولة شديدة التبلور، ليس لها أي مسامية تذكر، ليس لها نفاذية تذكر، فكون يفيض منها بئر يظل يتدفق الماء فيه لأكثر من 3000 سنة أو قرابة 4000 سنة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولو عرضنا هذه الآية وحدها على الناس لكانت شاهدة على كرامة هذا المكان. جبريل عليه السلام هو أول من أظهر ماء هذه البئر لإسماعيل عليه السلام، وكان عمره 2 سنة بعدما تركه والده إبراهيم عليه السلام هو وأمه هاجر في مكة ورجع عائدا إلى فلسطين. فتبعته فقالت: يا إبراهيم، تتركنا في هذا المكان لا ماء لا زرع لا بشر، على الأقل يعني خذنا إلى مكان آخر. فلم يرد، وكان يذكر الله عز وجل وهو متوجه نحو فلسطين، فما زالت وراءه حتى سألته: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فقالت كلمة عظيمة نتعلم منها معنى الاستسلام لأمر الله عز وجل: إذن لن يضيعنا، مدام هذا أمر الله عز وجل لن يضيعنا. ورجعت تنتظر يحدث شيء، لم يحدث شيء. فبدأت تبحث عن الماء، صعدت على الصفا، نظرت يمنى ويسرى، لا أحد لا ماء. انتقلت إلى التل الآخر القريب المروة، بدأت تتلفت لا شيء. ثم شعرت أنها ابتعدت عن ابنها، فرجعت مرة أخرى إلى الصفا وظلت تتنقل بين الصفا والمروة. ثم سمعت صوتا وهي عند المروة بعد الشوط السابع، فقالت صح، تسكت نفسها في صوت، فبدأت تتلفت ما في أحد، فخافت أن يكون شيء حدث لولدها، فبدأت تجري لولدها. في هذه الأثناء كان جبريل عليه السلام نزل إلى الأرض وضرب بجناحه العظيم عند قدم إسماعيل فنبعت زمزم. فوصلت أم إسماعيل عليه السلام إلى المكان فوجدت الماء قد نبع، فبدأت تضم الماء وتحيطه بالتراب حتى يتجمع وتقول زم 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 زم، فمن هنا سميت زمزم.
كان الأمر استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام، ولكي يكون ماء هذه البئر سببا لجمع الناس في هذا المكان المقدس الذي اختاره الله تعالى ليكون مكانا لبيته المعظم. وكل ما شق في الأرض يسمى هزمة، فهزمة جبريل أي حفر جبريل بقوته الأرض، ولكن جعل قدم إسماعيل هي سبب، ولذلك أيضا يسمي العرب بئر زمزم بسقيا إسماعيل، سقيا إسماعيل عليه السلام، لأنها نبعت من تحت قدمه وهي تزم، يعني تجمع الناس من حولها. وسبحان الله، بئر زمزم يجمع العالم كله من حول، يتجمع العالم كله من حول بئر زمزم، يشربون ويغتسلون ويدعون ويحملون الماء إلى كل مكان في العالم ولا تنضب هذه العين. وتحفل قصة نبع بئر زمزم بكثير من النفحات الإيمانية. فالذين أرخوا قالوا إنما بدأت هذه المدينة بالبذرة الأولى لستنا هاجر وابنها إسماعيل، وهنا لحظات إيمانية عظيمة، عمق إيمان بالله عز وجل. ولكن مع عمق الإيمان هذا لم تتوقف ولم تتواكل ولم تبقى بجوار ابنها يصيح من قلة الماء، وهي لا تجد ما تأكل ولا ما تطعم هذا الطفل، فظلت تسعى في المكان الذي هو معروف الآن بين الصفا والمروة، جبلين في هذا المكان، فظلت تسعى بينهما إلى أن أكرمها الله بالملك فحفر